مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء. فن إدارة المجتمعات الإنسانية هذا علم يدرس وتخصص موجود في جامعاتنا السعودية، لكنه يعرف باسم العلوم السياسية وهو تابع لكليات كثيرة في مختلف جامعاتنا السعودية. سهم بوصلتنا يشير إلى هذا التخصص اليوم الذي سأتعرف عليه أنا وأنتم بشكل أكبر عبر هذا التقرير. نتابع. كانت العلوم قديماً تقتصر على أنواع محددة فقط، وكان العالم يلم بمعظمها، فهو أديب ولغوي وفقيه وقد يكون طبيباً أيضاً. ولكن مع تطور الحياة وتقدم المعارف ولا سيما في العصر الحديث، أصبح التخصص أمراً ضرورياً لمعرفة التفاصيل ولتشخيص المشكلات، وقد ظهرت أنواع كثيرة من التخصصات لم تكن موجودة سابقاً نتيجة تطور وسائل الاتصال وتعقد العلاقات الدولية. ومن هذه التخصصات العلوم السياسية، وهي إحدى تخصصات العلوم الاجتماعية التي تدرس نظرية السياسة وتطبيقاتها ووصف وتحليل النظم السياسية وسلوكها السياسي. وبدأت الجامعات تعترف بالسياسة كعلم أو فرع من العلوم الاجتماعية والإنسانية منذ نهاية القرن التاسع عشر، وترسخ هذا الاعتراف بإنشاء كل من المدرسة الحرة للعلوم السياسية في باريس عام 1872 ومدرسة لندن لعلم الاقتصاد والسياسة. وقد تأكد أهمية هذا العلم باعتماده كمادة للتدريس في الجامعات الأوروبية بصفة عامة والجامعات الأمريكية بصفة خاصة. ظلت النظرة السائدة إلى علم السياسة إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية على أنه فرع من العلوم الاجتماعية أو الإنسانية التي تهتم على وجه ما بالحياة السياسية، وأنه ليس هناك ميدان خاص للمعرفة تنفرد به السياسة انطلاقاً من أن جميع العلوم الاجتماعية والإنسانية تتناول السياسة، إلا أنه عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وما نتج عن تلك الحرب من ظواهر سياسية لم تكن موجودة من قبل، وانقسام العالم إلى كتلتين وقيام كيانات دولية جديدة، كل هذه العوامل أكسبت أهمية لعلم السياسة وفتحت الباب للبحوث السياسية ودراسات المستقلة، وأعطت لعلم السياسة أبعادا جديدة تبرزه عن العلوم الاجتماعية الأخرى. لا شك في أن حاجة الدول للسياسة في هذا العصر أصبحت ماسة، وخاصة مع تعقد الأنظمة الدولية، وأن الدبلوماسية الناجحة والسياسة الحكيمة قد تجلب الخير العميم للبلاد وتجنب وقوع كوارث تنجم عن سوء العلاقات بين الدول أو بين الأحزاب المتنافرة. فالسياسة هي فهم جلي للواقع وتدبير الأمور بشكل مثالي واستيعاب أطياف المجتمع، وإن اختلفت اتجاهاتهم الفكرية أو الأيديولوجية التي ينطلقون من خلالها في قيادة المجتمع والدولة. إذن مشاهدينا الأعزاء، هذا هو تخصصنا الذي تشير إليه سهم بوصلتنا اليوم، العلوم السياسية، والذي يتبع لكثير من الكليات في الجامعات السعودية. سأتعرف مشاهدينا الأعزاء إلى هذا التخصص أنا وأنتم، ومن مقر يحاكي لا شك جامعة الدول العربية وكذلك المجلس التعاوني لدول الخليج. هذا المقر المصغر والذي يوجد بجامعة الملك سعود. سأتعرف أنا وأنتم على هذا التخصص من خلال الزملاء والطلاب الأعزاء. أرحب بهم بداية. فهد الحربي، حياك الله، أنت طالب في العلوم السياسية وفي المستوى السادس، أهلا ومرحبا. الله يحييك أخوي أنس. وكذلك محمد الشهراني أيضا طالب في العلوم السياسية وفي المستوى السادس، حياك الله محمد. وعلى يساري محمد العلي أيضا طالب في العلوم السياسية وفي المستوى السادس، مرحبا بك. وسلطان باقروان أيضا في المستوى السادس في العلوم السياسية، مرحبا بك سلطان. طيب أبدأ من على يميني ومع فهد. فهد، تعرفنا عن هذا التخصص، ما الذي نقصده أو نعني بالعلوم السياسية؟ إلى ماذا سيخلص الطالب بعد أن ينتهي من هذا التخصص؟ بالنسبة لتخصص العلوم السياسية، العلوم السياسية علم يهتم بدراسة الجوانب السياسية بشكل عام. نعم. وهي طرق وتؤدي إلى الوصول إلى أهداف معينة، وهذه الطرق والوسائل تحتاج إلى أهداف لكي يتم في ذلك.
محمد، إيش رأيك في تعريف العلوم السياسية؟ طبعا هو لا شك أنه له علاقة بسياسة الدول، سياسة الشعوب، صحيح، رابط بعيد أو قريب، أنت كيف تعرفه؟ لا أزيد على كلام أخي فهد، العلوم السياسية كما قال تهتم بالجوانب السياسية وليست السياسية فقط، إنما السياسية والاقتصادية وكل الجوانب لها علاقة بالسياسة. أحسنت، كل ما يتعلق ربما بالسياسة، ويمكن إحنا حتى لغويا تداولنا أنا وأنتم قبل بداية الحلقة إنه إيش اللي نقصده بالسياسة حتى لغويا، وتعني القيادة ولا لا؟ إيش رأيك محمد؟ القيادة. أي نعم. ولها علاقة بالجوانب المختلفة اللي هي اقتصادية، اجتماعية، حتى دينية وغيرها. واجتماعية وكل الجوانب طبعا. جيد. أيه. أنت كيف جت رغبتك لدراسة هذا التخصص؟ تبغى تكون سياسي ولا شلون؟ أي نعم، هذه الرغبة موجودة من تخصصت أو من دخلت التحضيرية. نعم. فكان المجال ضيق في التخصصات أو في التخصصات المتاحة لك. فإنها هي الرغبة الأولى كانت من عدة رغبات طبعا. فهي علم متعلق في جميع العلوم. نعم. وعلم تقدر يعني تطبقه. لا بس انت كيف دخلت لهذا التخصص فقط؟ لانه يعني ما في تخصصات الا هذا طبعا. هذا التخصص يصنع قادة، فيه يعني من مميزات انه يصنع شخصية الواحد، انه يقدر انه تشوفه تجارب حية، تدرس واقع الان وفي عصرك الحالي، يعني عكس التخصصات الأخرى. وأنت عندك رغبة في القيادة. إيه نعم، في كل شخص يعني يكون قائد أو إنه جيد أحد يقوده. سلطان قائد ولا مقاد؟ على قولته. دخلت هذا التخصص لتكون قائدا ولا كيف؟ هو أنا دخلت يعني بغض النظر عن مسألة القيادة، يعني دخلت يعني على الرغبة. وفي التحضيرية إيش سر الرغبة هذه؟ من وين جت؟ يعني ليش مثلا حبيت تدخل هذا التخصص؟ يعني هو كإطلاع قبل ما أدخل للقسم، يعني كان في إطلاع عندي، إطلاع يعني سياسي أو متابعة جي، فيعني كانت خياراتي قبل لا أدخل منحصرة بين القانون والسياسة. وإن شاء الله أني أدخل سياسة والحمد لله. ممتاز. أنا بودي شباب لو تحدثونا عن الموضوعات الأساسية في التخصص، يعني أنا يمكن حتى جمعت يعني الكثير من المعلومات، منها مثلا الأنظمة السياسية، المقارنة أو المقارنة، العلاقات الدولية، السياسة الخارجية. يعني ستخلص إلى إيش بعد يعني انتهاءكم من هذا التخصص؟ نعم. أخوي أنا سأوضح شغلة بسيطة من ناحية أنواع السياسة. هناك سياسة داخلية وسياسة خارجية. ممتاز. السياسة الداخلية داخل الدولة، هناك داخلية وخارجية طبعا، هناك أيضا خارجية اللي هي السياسة الدولية. نعم. وأيضا هناك أيضا بعد السياسة المقارنة نوضحها. السياسة المقارنة تقوم يعني بمقارنة نظامين معينين وبكافة الخصائص والسبل. جيد. في إضافة للموضوعات؟ السياسة الداخلية هذه تهتم بالشؤون الداخلية للدولة. أي هو قالها. جيد. والخارجية تهتم بالشؤون الدولية. تأخذون مثلا سياسات دول خلال دراستكم؟ يعني ربما سياسة أمريكية، سياسة يعني في لا شك هناك دول مختلفة ولها تاريخها. تأخذون مثلا هذه الأمور السياسية ولا لا؟ نأخذها في المستويات المتقدمة. يعني يمكن السابع والثامن واللي بعده. بإذن. السنة التحضيرية أنتم جميعكم طبعا دخلتموها لا شك. نعم. بعد ما يتخرج الطالب من الثانوية العامة ويدخل للسنة التحضيرية أو يدخل للجامعة، الأنظمة تختلف. السنة التحضيرية لا شك أنها سهلت عليكم النظام الجامعي، كيف واجهتم ذلك محمد؟ طبعا أنا أول ما طلعت من أو ما تخرجت من الثانوي دخلت الجامعة، طبعا من تجربة شخصية حصلت فجوة كبيرة بين أنك تدخل على التخصص على طول بين أنك تدخل من تحضيرية إلى تخصص. نعم. أنا مرات في هالمرحلتين كلاهما. دخلت أداب لغة إنجليش، بعدها ما قدرت أكمل، حصلت فجوة كبيرة 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 من التعامل مع أن تقدر تنزل موادك، من توجيه، يعني ما قدرت أتحرك يعني في القسم الأول. في القسم الأول. وطبعا حالتي حالة أي طالب يحصل هالفجوة
أو إن أو عدم أحد يرشده في التخصص أو في الجامعة ككل. جيد. تدنى المعدل من اختبارات شهرية منه، فبعدها حذفت ترم فدخلت السنة التحضيرية لأني أعيد من جديد. فكان سنة تحضيرية إضافة جيدة في اللغة الإنجليزية وفي الحاسب الآلي والمواد المختلفة، المختلفة سهلت عليك. ودرجة الانضباط طبعا هذه اللي يحطه بين قوسين والاهتمام بالساعات جيد والساعات المعدل كلها عرفناها من أول من خلال السنة من خلال سنة تحضيرية ومن أول ترم السنة التحضيرية. ممتاز. إيش رأيك سلطان أنت بعد كيف كانت مواجهتك للسنة التحضيرية؟ والسنة التحضيرية مثل يعني ما ذكر محمد يعني هي تسد الفجوة اللي بين الدخول مباشرة للتخصص والمرحلة الثانوية. أنا ما مريت ممكن بالمرحلة اللي مر فيها محمد. أنا دخلت مباشرة من الثانوية للتحضيرية. والحمد لله يعني التحضيرية استفدت منها كثير من ناحية البحوث العلمية. التحضيرية يعني علمتني يمكن كثير من ناحية الأشياء الأساسية في البحوث العلمية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وطريقة النظام الجامعي من ناحية الساعات وخلافه. يعني التحضيرية لا شك يعني مفيدة كثير. ممتاز. الآن كلكم يمكن متقدمين لا شك بهذا التخصص اللي هو العلوم السياسية، أبغى يعني تتشاركون الآن في إعطاء من هو الشخص اللي مؤهل لدخول هذا التخصص. أخوي أنس، الشخص المؤهل لهذا التخصص قبل ما يكون قبل ما أطرح شيء، أهم شيء تكون عنده إرادة ويكون عنده رغبة. نعم. الرغبة تصنع الإرادة، فأنا إذا ما عندي رغبة وما عندي إرادة في الشيء، رغبة في العلوم السياسية في العلوم السياسية. نعم. والرغبة دي كيف تجي؟ إذا كان ما حد ما عنده معلومات معينة في التخصص يطلع على المعلومات، جيد، معلومات عنها ويشوف يعني في المواقع الإنترنت. هذا مثل ما حصل معي. هذا الرغبة والإرادة لإيش؟ الإرادة بعد ما أدخل التخصص، يعني في كثير من طلاب يدخل تخصص ما غير رغبته. نعم. تقريبا شفت ان قريت مقاله قبل فتره ان كانت نسبه عاليه نسبه الطلاب يدخلون في تخصصات غير رغبتهم. صحيح لا شك. محمد ايش رايك؟ يعني هل تجد الشخص اللي قد يكون مثلا عنده رغبه في القياده زي ما ذكر الشباب يحب القياده هو مؤهل اكثر للدخول هذا التخصص اللي هو العلوم السياسيه؟ اذا كان شخص مقتنع في هذا المجال. نعم. وكان شخص يحب التحليل والأشياء هذه الفهم. هذا أتوقع أنه الشخص التحليلي تجد أنه يعني من الدرجة الأولى هو اللي. نعم. السبب لأنه قد يعمل مثلا في قطاعات يحتاج إلى تحليل مثلا مواقف سياسية معينة، وإحنا سنأتي طبعا إلى سوق أغلب العمل. أغلب المواد هنا تحليلية. نعم. فيها تجريبي من الجهة وفيها تحليلية لابد منها. ممتاز. إذا التحليل وكذلك الشخص اللي عنده إرادة، وأنتوا ذكرتوا الشخص اللي عنده قيادة، إيش بعد من مثلا مواصفات الشخص اللي مؤهل لدخول هذا التخصص؟ إيش رأيك؟ طبعا لا ننسى يعني الإدراك والفهم. أنا يعني أواجه البعض من الطلاب اللي في السنة التحضيرية يتكلمون عن هذا التخصص تخصص حفظ. نعم. فأنا يعني أرفض هذا الفكر بشدة. نعم. لماذا؟ لأنه مستحيل أنك تحفظ شيء ما قدرت تفهمه. لذلك لابد أن يكون واسع المدارك. لكن إيه؟ يمكن هذا التخصص في كثير من الأحداث التاريخية، يعني إحنا سنأتي طبعا ونتطرق إلى موضوعات اللي تدرسونها أنتم وبحاجة لحفظ بشكل أكبر. هنيجي للموضوعات وكيف تحفظ. لكن من لفظة سياسة سلطان الآن أنت تقول مثلا فلان والله سياسي أو دبلوماسي، يعني قد يكون شاطر في مثلا الأحيان التعامل مع المواقف المختلفة الحياتية سواء يعني عملية اجتماعية اقتصادية غيرها. ما تجد ذلك أنه يتطلب للإنسان اللي سيدخل هذا المعترك معترك السياسة أن يكون شخص مثلا سياسي وقادر على التعامل والتواصل، عنده مهارات مثلا وفن في التعامل مع الآخرين؟ أكيد التعامل مع الآخرين مهم جدا، لأن هو بشكل عام التخصص يعني موضوع التواصل يعني مهم فيه جدا. نعم. فهو لو الدبلوماسية أنت مثل ما ذكرت هي عبارة عن تواصل.
يعني تواصل الدول تتواصل مع بعض عن طريق ممثليات أجنبية في أراضيها. يعني هو لازم يكون في تواصل ولازم يكون في فهم مثل ما قال الشباب. يعني مثلا أنت توي سمعتك تقول الحفظ وحفظ الأحداث التاريخية، والمفروض الأحداث التاريخية ما نتعامل معها كحفظ، نتعامل يعني معها كوقائع صارت، لأن في النهاية أنت هي وقائع صارت، بس أحيانا هو ما أدركها. يعني يمكن اللي الآن في سنكم قد لا يذكر مثلا يعني حرب الخليج بشكل صحيح كيف كانت مواقف الدول وكيف كان تعاطيها. أنا أقصد في الإدراك هنا مو بإدراك أنك حضرت للواقع، لا أنك أنت فهمت مجمل الحدث. صحيح لا شك، هو حتى تحفظ لابد أنك تفهم. تفضل. وبس أنا بما أنك يعني ذكرت مثلا مثال يعني مثلا مثل حرب الخليج أو أي مثال آخر، هو المفروض أنك ما تتعامل معها كحدث تاريخي، لأن في كثيرين أشبعوها بهذا التعامل أنها صارت، وأحداث الحدث يعني تفاصيل الحدث يعني موجودة يعني بس اللي يتناول مثلا علم السياسة مثلا تحليل الحدث، وش الدوافع وراءه، كيف كانت أسباب التعامل معه بعد ما انتهى الحدث، يعني ما هي النتائج اللي حدثت. فهو عشان كذا نقول يعني ما ينفع ناخذه ك يعني حدث تاريخي، لازم نتعامل معه كواقع لها اسبابها ونتائجها. احسنت. وقد تطرأ ربما تحليلات بالذات زي ما ذكر محمد انه تحتاج الى شخص تحليلي. صح. تحليلات لمواقف صارت من عشرات السنين. صح. والان صرنا ندرس مثلا تلك الشخصيات او المواقف او كيف كانت ردود الافعال، فالشخص التحليلي اتخيل احنا بحاجته في او من يجد في نفسه التحليل بشكل اكبر يحتاجه يعني هذا التخصص بشكل اكبر. طيب خلنا نتحدث الان عن المذاكره. هم ربما قالوا انه يعني الحفظ لا يجب ان يكون مثلا بشكل كبير، انت كيف تشوف فهد حتى مثلا يعني يدخل الطالب هذا التخصص ويتخرج منه يعني درجات عليا وبقدر من الاستفاده كبير جدا لمواد هذا التخصص، ما هي الطريقه المثلى للمذاكره؟ الطريقه المثلى للمذاكره في بالذات بشكل عام وبالذات في التخصص العلوم السياسيه هي عن طريق شقين، هو الفهم والحفظ. نعم. الفهم له جانب والحفظ له جانب اخر. الفهم في تخصصات العلوم السياسيه مثل التعريف معينه او مثلا احداث معينه او مواقف تاريخيه او مواقف تاريخيه سياسيه برضو بنفس الوقت يحتاج لها الفهم والحفظ. جيد. وقت المذاكره بالنسبه في الاختبار تقسيم المواضيع الى قسمين، القسم الاول والثاني اجرد قراءه، والقسم الثاني افهمها. واسجل ملاحظات عن الاشياء المهمه او الكلمات اللي يحس الشخص انها يعني مهمه او واضحه وسجلها في ملاحظات ويستفيد منها. ممتاز. اذا هذه مذاكره في الايام العاديه وايام الاختبار. ايش رايك انت محمد كيف يتم مثلا المذاكره الصحيحه لهذا التخصص؟ يعني ممكن لو طلبت منك انا الان، انت الان في المستوى السادس وتجاوزت يمكن يعني نسبه كبيره من هذا التخصص، تشوف انه يحتاج والله الى حفظ بشكل كبير، ولا مثلا قد تكفي القراءه والفهم ومعرفه مثلا الاحداث اللي صارت او المواد ربما تختلف؟ يعني انتم ما عندكم لا رياضيات ولا فيزياء ولا الفهم من الدرجه الاولى الفهم في هذا الماده. نعم. والكتابه للملاحظات اللي هي مهمه في الاختبارات. الذي دكتور المادة نفسه أغلبها ما يجيبها، يعني نفس الدكتور يكتبها نكتبها معاه، وهي مهمة في المذاكرة. جيد. طيب إحنا خلنا نتكلم الآن عن المواد. يمكن إحنا في اتفاق بيننا عن المستويات، في كل طالب طبعا سيتناول مستويين اثنين. إحنا نبدأ مع محمد، عندك أنت المستوى الثالث والرابع. حدثنا عن الموضوعات الآن، إحنا مش بالضرورة نأخذ مثلا المواد كأسماء وذكرنا فيها كاملة، لكن الموضوعات كيف كانت دراستكم في المستويين؟ طبعا المستوى الثالث اللي هو المستوى الأول في التخصص. طبعا أنتوا طبعا أخذتوا سنة تحضيرية في مستوى أول وثاني. أي مستوى الأول والثاني كمان. جيد. طبعا إلى التاسع. فكانت المواد مفاتيح وأسس للعلم السياسي. نعم. أو العلم السياسي بدأ صح. فكانت مثال التطور السياسة كيف مشت، كيف يعني عبرت الدولة إلى مراحل من إمبراطورية من دولة حديثة إلى آخرة. وبرضو من مقدمة العلوم السياسية متى نشأت فكرة السياسة أو اهتموا
ان الفلاسفه بالعلوم السياسيه. عن نشاه العلم. نشاه العلم السياسه. في برضو كذلك طرق العلم او طرق البحث العلمي. نعم. هذا طبعا هذا اهم 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 ماده في العلوم. في جميع العلوم. اللي هي تعلم كيف تنطلق وتسوي بحث من نفسك. نعم. طبعا في الاختبارات فيه طريقتين. بس طريقه حديثه لا انا راح تتطرق لها من جانب البحث العلمي. اي نعم. فيه بعض الدكاتره يفضلون البحوث على الاختبارات. جيد. إيه. وفي بعض الدكاتره على الاختبارات. لكن انا اشوف الحديثه او اللي تنفعنا اكثر هي اللي هي البحوث. لماذا؟ نجمع مصادر نجمع معلومات من مصادر عدة، نقدر نحلل ونقول رأينا فيها في البحث. في البحث لا شك. فإذا جاء اختبار الفاينال أو ميتر نحصل أنفسنا يعني نملك معلومات فوق السؤال وفوق ما يتطلبه الدكتور في الإجابة على الأسئلة. فهذه المادة يعني مستواها او ان اهميتها جدا 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 عاليه في المراحل المتقدمه اللي الى الحين احنا عايشينها في كل ترم يعني ممتاز. عندنا بحث او تحتاجونها بشكل كبير. جيد. هذه بس فقط مواد المستويات. هذا المستوى الاول. الثالث اللي هو الاول بعد السنه التحضيريه. نعم. فيه الرابع اللي هو الثاني. نعم. هذا طبعا تمهيد للي درسناه او كبدايه تطور السياسة الدولية، بعدين مقدمة فيها الدول الشركات عبرة القارات إلى آخر النووي طبعا، وبعدها نتمهد في نبحر في علم السياسة. طيب وإحنا سنبحر في علم السياسة مع محمد الشهراني، أنت تتابع لنا المستوى الخامس والسادس. بالنسبة للمستوى الخامس هو تكملة المستوى الرابع، يتكلم عن التنظيم الدولي للدول ونظام الحكم في الإسلام. نظام الحكم في الإسلام تدرسون مثلا يعني يمكن الحكم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه في الإسلام الإمامة وأحكام. ممتاز. والخلافة أيضا. والخلافة الإسلامية. والعلاقات الدولية، نظريات في العلاقات الدولية. الدولية نعم. وشلون في العلاقات الدولية مثلا إيش تأخذون؟ يعني بين العلاقة الدولية بين دولة ودولة. كانت أيوة. هناك في مثلا في الإسلام. العلاقات الخارجية بين الدول كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان هناك في خطابات ترسل إلى. ممتاز. إلى المكاتبات. إلى المكاتبات إلى القادة هنا في الدول الأخرى لدعوتهم في الإسلام. جيد. طبعاً ما نجهل أن هناك مبادئ نعم. في الإسلام نتعامل فيها مع الدول الأخرى. خاصة نعم. إذا كانت إسلامية لها مبادئ خاصة، وإذا كانت لا شك. غير مسلمة لها مبادئ أخرى. لا شك. ولنا تاريخنا وحضارتنا. أنا سأتابع معكم شباب ومع محمد، لكن بعد فاصل قصير أذنت لنا. إذا مشاهدينا الأعزاء فاصل، بعده نواصل، ابقوا معنا.
حياكم الله مشاهدينا الأعزاء مجددا في متابعة لحلقة البوصلة لهذا اليوم. سهم بوصلتنا يشير إلى تخصص العلوم السياسية. أسعد بالترحيب بضيوفي مجددا فهد الحربي ومحمد الشهراني ومحمد العلي وسلطان باقروان وجميعهم لا شك من طلبة العلوم السياسية. احنا عندك طبعا محمد وكنت تتحدث عن المستوى الخامس واخذنا طبعا اللي هي العلاقات الدولية وايش بعد في كان مواد. من اهم المواد المستوى الخامس الأنظمة السياسية لدول الخليج. ممتاز. سوينا عليها اول نموذج محاكاة. نعم. الترم اللي راح وتكلل بالنجاح. ايش تقصدون بنموذج محاكاة؟ مثلا يكون يعني كم اذا هو تكلم على مجلس التعاون يعني يكون مجلس افتراضي يكون مثلا زي اللي حنا فيها الان زي اللي انت في القاعه. اي نعم. بس يكون مثلا في وفود كل وفد لها رئيس وفي اعضاء. انتم يعني تمثلون الرؤساء والاعضاء. كل مثلا 5 أو 6 أو 7 طلاب يمثلون دوله. ممتاز. ويعني يجيبون مواقف الدوله في القضايا المختلفه. قضايا الساعه. اشوفك عشان كذا قبل الحلقه تقول انتبهوا للعلم القطري. شكلك شكلك قطري. لا شكلك مثلت قطر اول. كنت قطري. ايوه. هو طبعا جيد طب معليش هو طبعا مثلنا في مجلس التعاون الخليجي. نعم. مثلنا الادوار طبق الاصل. يعني دوله عمان لف العمامة واللبس والزي الرسمي. بعضهم برضو التزموا باللهجة دول سلام. الخليج. يا سلام. نعم. وجدت طبعا كان من أهم وهذه فادتنا كثير طبعا الدورة. نعم. فادتنا كثير جدا. نعم. كان يجون من برا طبعا من برا الجامعة مسؤولين دبلوماسيين في مجلس التعاون وبرضو يجيبوننا من وزارة الخارجية طبعا وزارة الخارجية مثلوا في طبعا جو فادونا صراحة بدورة تدريبية جيدة جدا. ممتاز. لجنة أو أن حقت الملكة عبد العزيز الحوار الوطني مدربين. نعم. طبعا وفادتنا كثير من جانب أن كيف نتحاور وكيف نتكلم جيد لا شك نكون ناطقين دبلوماسيين طبعا. نعم. لكن تمثيلكم الآن وجود مثلا هذا النموذج والمحاكاة وتكون مثلا عدة وفود إيش يتم هل تتداولون شيء القضاء المهمة. اي نعم. بين دول الخليج وفعلا انتم داخل مجلس يعني يتم تداول هذه القضايا. صحيح. كل وفد له راي معين مثلا ولا آراء ولا بنفس اراء الدول الرسميه نلتزم في الاراء الرسميه والمواقف الرسميه للدول. نعم. ويكون في حضور في مثلا يكون في حضور طلابي وحضور من رسمي من الجامعه رسمي ومن مجلس التعاون الخليجي في نموذج مجلس التعاون. والهدف منها تعاون مشترك بين الدول هي كان طبقناها في المحاكاة نتعاون مع بعض لحل هالقضية. ممتاز. هناك في قضايا ما قضايا لكن طبعا هذا بين الطلاب أنتوا يعني تطرحون وجهات نظر الدول فقط. ما في شيء ثاني مش وجهات نظركم الشخصية. يعني مرحلة ختامية يمكن نسوها الشباب بعد ما نطرح وجهات النظر يكون في بيان ختامي لكل دولة. ممتاز. يعني كأنك في قمة تكتبون يعني أنتم الأصل. طيب مثلا هذا البيان الختامي من يحرره يعني طلاب الصيغة أنتم تحددون. كل وفد يسوي صيغة البيان الختامي للدولة. ممتاز. ممتاز. وميزة أيضا لو أنا خارج عن نطاق الشخص الطالب السياسي لو يتكلم أي شيء في السياسة يعني تقريبا يعني نادر ما يخطئ لأن هذه أصلا يعني إذا كان أخطأ هذه وجهة نظر. شلون يخطئ؟ إيش قصدك بيخطئ؟ يعني مثلا له توجه معين أو نظرة معينة في قضية ما مثلا معين. ما نفترض أن أنت خاطئ نقول هذه وجهة نظرك يعني هذه وجهة نظر هي العلوم السياسية وطالب العلوم السياسية هي هدفها تفعيل المدارك عقول الطلاب والإنتاجية يؤدي ويمكن طالب العلوم السياسية تجد عنده حرية ويعني خليني أقول مداركه أوسع بشكل أكبر. إيش بعد يا محمد؟ بالنسبة للمستوى السادس في السياسة الخارجية المقارنة. نعم. السياسة الخارجية لكل دولة كيف سياساتها كيف تتبع السياسة. ممتاز. والأنظمة والسياسات العربية بس تدرسون مثلا في دول معينة يعني أنا يمكن الآن أجد في مناهجكم تركيز على الصين بشكل أكبر ما أدري هذا اللي شعرته ولا أنا غلطان. يعني الصين مثلا يصير كقوة يعني مثلا الآن كقوة ضاربة في العالم وهي قوة صاعدة الآن وبشكل كبير ونموها الاقتصادي يعتبر الأكبر
لا ننسى برضو الهند والمانيا. انتم ايش اللي تدرسونه يعني؟ احنا كان مثلا كدراستنا يعني ما نركز على دوله بعينها او على شيء محدد. نعم. احنا ندرس مثلا يعني مثلا زي ماده السياسه الخارجيه المقارنه، هذه تقدم لك اطر تحليل تقدر تحلل منها سياسه لدوله معينه من خلال العوامل ولا من خلال توجهات الدول يعني مثلا؟ لا، التوجهات هذه حتى توجهات قابله للتغيير في بعض الحالات، بس ايضا تعطينا السياسه الخارجيه المقارنه، تعطينا قالب نطبق عليه على اي دوله معينه ونستطيع ان نحلل اي دوله. يعني هدف هو تجيني اي دوله اقدر احللها باسلوب بالاصح، تعطينا اسس. يعني تعطينا اسس كدوله هذه جبليه مثل افغانستان، ك يعني سهلة مثل العراق أو مصر. نعم. تعطينا عوامل الدولة وعوامل مؤثرة فيها، عدد السكان، ثروات، وكيف السكان، طبعا الموارد الطبيعية للدولة، تعطينا كيف السكان، كيف مو بالكم طبعا. وبالتالي قد تستطيع مثلا أن تفهم ردود أفعال تلك الدول بناء على هذه. نعم. إذا كانت دولة ضعيفة طبعا، إذا كانت دولة ضعيفة تقابلها عكس أنك تقابل دولة قوية. برضو العامل الاقتصادي هذا مهم جدا. صحيح. تقدر تصفها بأنها معايير تقدر تحكم من خلالها على سلوك الدول في على السياسة الدولية. ممتاز. وش بعد يا محمد؟ المستوى السادس من من أهم المواد فيه الأنظمة والسياسات العربية اللي الآن ندرس نموذج المحاكاة نطبقه بالنسبة للدول العربية. جامعة الدول العربية. ممتاز. تدرسون الأنظمة العربية كأنظمة مثلا اللي تعاقبت مثلا على الدول العربية ونظام الجمهوري والملكي. القضايا المهمة. ناقش القضايا المهمة. مثل قضية سوريا، قضية فلسطين. نعم. الاقتصاد. نظام الاقتصاد العام. تدرسون قضية سوريا. الان لازم سوريا هذه بدينا فيها من على اساس كذا انا اقول بالضبط. يعني انتم في برضو ابديت، يعني انتم في تحديث لمناهجكم يبدو بشكل يوم، لانها مثلا هي مثل ما قلت لك انها ادوات تحليل، فانت لو تبغى تحلل فاكيد ان القضيه الحاليه اللي تصير الان على المسرح مثلا هي اللي حتتناولها بشكل مركز. نعم. جيد. ايش بعد مواد؟ التنميه السياسيه لدول العالم الثالث. ايش نقصد بالتنميه السياسيه؟ دول العالم الثالث. اي نعم، دول لدول العالم الثالث. اي بس ايش نقصد بالتنميه السياسيه؟ التنميه السياسيه انتم مناهجكم بعد شباب. يعني مثلا التنميه هي نظريات انك كيف تصنع تنميه، وهل التنميه مثلا بشريه او تنميه اقتصاديه، وايش جوانب التنميه، وايش المعضلات اللي تعوق التنميه عندك. يعني هل مثلا مقصد ان دول العالم الثالث يعني هناك مثلا تاخر سياسي تأخر، وبالتالي تحتاج الى 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 تنميه سياسيه؟ تاخر يعني مو تاخر سياسي، تاخر تنموي بشكل عام. نعم. ومنها من القطاعات السياسه لا شك. نعم. وفي بعض طبعا النظريات اللي تدرسونها يمكن في هذه الماده. اي في نظريات. ممتاز. وتساعد لا شك على تنمية السياسة. أكيد. طيب الآن أنت كذا خلاص عند فهد الآن المستوى السابع والثامن. فهد عفوا. المستوى السابع طبعا يركز على في مواد عديدة، من أهمها يعني السياسة الخارجية السعودية، وهذه أهم مادة بوجهة نظري صراحة، لأنها تركز على علاقة مثلا دولة المملكة العربية السعودية مع الدول الأخرى، والاهتمام بالمصالح المشتركة بينهم سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو أيضا سياسية، وايضا يكون هناك تعاون مشترك بين الدول. هذا اهم ما تركز عليه. وايضا في ماده اخرى اسمها الدبلوماسيه والمفاوضات. ممكن استطرد دقيقه استوقفكم ونرجع الى مثلا اللي هي احنا كنا نتكلم عن انماط الشخصيه. تجدون يعني مثلا اللي حيدخل هذا التخصص لابد انه يكون متابع للساحه السياسيه بشكل يومي، مثلا يقرا الجرائد، الاخبار، يسمع وكالات الانباء، القنوات الفضائيه الاخباريه. ليس بالضروره مثلا من يدخل هذا التخصص انه يكون متابع. لا، اعتقد ان هذا جانب مهم اصلا جدا. يعني زي مثلا انت الماده هذه اللي ذكرتها السياسه الخارجيه السعوديه ماده مهمه يوميا في يمكن من الاخبار والمواقف السياسيه والكلمات والتصاريح القادات لا شيء. جي. طيب أيضا من المواد أيضا في مادة التحليل السياسي القياسي. نعم. وهي تقوم على التحليل السياسي القياسي. نعم. يقوم الشخص في تحليل مثلا نظريات ومفاهيم مشتركة بين الدول، وهدفها أيضا الشخص يتعلم فن التحليل، فن كيف يحلل قضية معينة. ممتاز.
يعني هل مثلا يعطوكم قضية معينة وتحلل وتقوم تحليلها يعني بوجه نظرك في القضية؟ يعني ايش تحلل مثلا؟ هل تحلل الخبر يعطيك مثلا خبر معين انه تعرضت مثلا كذا كذا او حدث معين في دولة معينة وانت الان تحلل هذا الخبر ولا كيف تحلل؟ يعني مثلا كان موقف او حرب معينة وهي جاية في مادة السياسي القياسي شغلة اسمها التنبؤ، يعني ليش الدولة مثلا سوت الالف سوت الشغلة في الدولة باء، فانا احل الشغله هذه من وجهه نظري. عطنا مثال، مثل ايش مثلا؟ في اخبار معينه يعطوها لكم وتكون حديثه ولا كيف؟ لا يعني ما في اخبار حديث، يعني مثلا اتوقع يعني مثلا الغزو العراقي الكويت، طيب، وما ردف بعده اللي هو دخول الولايات المتحده الامريكيه لدوله العراق. ممتاز. بهدف الهدف الحريه وهدف يعني اهداف يعني اهداف زي ما يقول اهداف لماعه، وهي اصلا بالاصل الهدف يعني تحرير الموارد، نعم، استفاده من الموارد الاقتصاديه والاجتماعيه داخل الدوله. ممتاز. فيكون هناك اهداف براقه، ولكن لكن دورك انت كطالب مثلا لما تسمع، هل تسمع تقرا الماده مع التحليل، ولا انت مثلا الان بدعو لي لانك تحلل مثلا الحدث اللي صار؟ لا، اقرا الماده المعينه او القضيه المعينه، طبعا اكيد لها تحليل، يعني قبل ما احللها اكيد لها تحليل واضح، لكن احللها على وجه نظري واقاربها بين تحليلي وتحليل ولا شك انه اذا انت مقدم لتحليل مثلا قضيه معينه لابد يكون عندك علم مثلا عن الدولتين مثلا، نعم، العراق والكويت، وتكون عارف عن المصادر والانظمه مثلا نظام سياسي وتوجهاته ونفس كافة الحاجه الجوارب كامله. جيد، ممتاز. بعد ايش المواد ايضا في ماده ايضا اللي هي دراسات سياسية آسيوية، دراسات الدول الآسيوية مثل اليابان والصين، ودراسة الدول الأخرى. لأن هذه الدول مثلا تدرسونها بتواريخ الأنظمة، يعني مثلا نظام من 100 عام أو كيف مثلا، إيش اللي المواضيع؟ ندرس مثلا دولة اليابان ودولة الصين، دراسات التواريخ القديمة والمعارك اللي حدثت والحروب. يعني أنا عارف طبعا أنتم في المستوى السادس، بس طبعا هذه المادة يمكن أنتم ما جيتوا هالمواد هذه المادة، يعني لكن لا شك أنه عندكم اطلاع على هذه المواد وموضوعاتها. نعم. فأنا أبغى حتى تشارك من الجميع، أنتم شباب أكيد لكم اطلاع أكيد على الأنظمة السياسية الآسيوية. لا، هو ما نأخذ النظام مثلا كنظام وفي سنة مثلا تولى الزعيم أو كذا، نأخذ مثلا ملامح العامة للنظام. يعني ما تأخذونها كتاريخ؟ لا، ما نأخذها كتاريخ، حتى لو أخذناها كتاريخ إحنا ما نأخذ التاريخ للحفظ. نعم. نأخذ التاريخ للتحليل، اللي تعرف على مثلا الثقافة السياسية للدولة وللشعب. يعني هو مثلا من ناحية التاريخ مثلا احنا ما نتعامل مع التاريخ كوقائع، نتعامل معه يعني كأسلوب للتحليل، لان احنا هو مو مجالنا التاريخ. التاريخ مثلا حتى في العلوم السياسية التاريخ يعتبر معمل العلوم السياسية. صحيح، جيد. ايش بعد؟ ايضا في مادة من اللي هي المجتمع العربي السعودي. نعم. يركز على المجتمع العربي السعودي ودوره السياسي والاجتماعي والثقافي، ودوره ايضا في السلطات الموجودة في المملكة العربية السعودية، سواء كانت سلطة تنظيمية أو تشريعية. نعم. يركز دائما على المجتمع العربي وبالذات الشخص أو الفرد السعودي بشكل عام. جيد، ودوره طبعا. وأيضا يركز على المشاركة السياسية، كيف يكون الشخص يكون فعال، يكون يشارك سياسيا، ما يكون هناك نوع من الجمود للفرد، يكون الشخص ينتج مو بس يستقبل يعني. نعم، فقط دون أنه مثلا يشارك في الحياة السياسية. هذه الآن كلها في المستوى هاي تقريبا، هذا في المستوى السابع. هذه في المستوى السابع. في أيضا في إيش تقول أنت محمد في مواد اختيارية؟ مواد اختيارية أظن وإجبارية أيضا. صح صدق أخي محمد، أحب أنوه في المستوى السابع. هناك في تقريبا 10 ساعات، هذه الساعات العشر اللي خذيناها إحنا، هذه مواد إجبارية، مواد إجبارية درسها. نعم. هناك أيضا في مواد يعني اختيارية، من ضمنها علم النفس الاجتماعي، هذه مختصة في علم النفس، وأيضا في منظمات دولية إقليمية، وأيضا السياسة الخارجية القوى الكبرى. نعم. يعني أيضا ركز أن العلوم السياسية يعني لها علاقة مع تخصصات أخرى، يعني العلوم السياسية لها علاقة في الاقتصاد، ولها علاقة في علم الاجتماع، ولها علاقة في عدة تخصصات. ممتاز، هذه في المواد الاختيارية. طيب، المواد الاختيارية. الآن المستوى الثامن. المستوى الثامن من أهم المواد هي القانون الدولي العام. نعم. يدرس القانون بشكل عام، وايضا في ماده اخرى. بس القانون الدولي العام شلون يعني؟ القانون الدولي العام يدرس القوانين الدول والقوانين العامه،
هي تركز عليها. اللي تابع لمجلس الأمن مثلا يعني مجلس الأمن فيه قرارات طبعا لا شك أنتم أكيد أحفظ للأسماء يعني صحيح طبعا القانون نعم. القانون الدولي امتدادا القانون المبادئ القانون طبعا ما أخذنا في المراحل البداية أول ما دخلنا التخصص قانون مبادئ القانون نعم. طبعا هذه مبادئ القانون ما تمهدنا للقانون الدولي معرفة يعني كل دولة لها سيادة ولها قوانين خاصة وهناك يعني أنا اللي فهمته يمكن من المادة أنه هناك لا شك قانون دولي عام متعارف عليها لا دولي طبعًا. عام إيه؟ لا شك أنه أقرته يمكن الأمم المتحدة هيئة الأمم المتحدة زي مثلا نسمع كثير مثلا من الأخبار مصطلح محرم دوليا مثلا بعض الأسلحة ممنوعة دوليا إيه نعم. فهذه لا شك قوانين أقرتها مثلا الأمم المتحدة يعني إيه في قانون معين وتخيل أنتم يعني أحوج الناس يمكن للإطلاع على هذا القوانين بس فيها قوانين يعني هي القوانين أصلا موجودة من زمان بس نعم. أن أقرتها الأمم المتحدة برضو مثل حقوق الإنسان موجودة في الإسلام من زمان بس ما التفتوا لها وحطوها وقرروها وتطابق نوعا ما اللي في الإسلام من عندك لا شك على بعض الاختلافات طبعا مثل العقوبات والجزاءات يمكن تختلف الإسلام عنها في غير الإسلام نعم نعم فيها نعم. مثل قانون دولي في العصور السابقة نعم. محرم أن يقتل الرسول اللي هو اللي حامل الرسالة من ملك إلى ملك نعم. هذا طبعا متداول الحرام في الحروب حرام يذبحون الحصان أو هذا قوانين طبعا حرام جي. تمثيل الجثث طبعا جي. فهذه أقرتها الآن هذا أنت تقصد في الإسلام ولا تقصد عامة هذه طبعا موجودة سابقا في الإسلام أينا. قوانين في الإسلام ويمكن موجودة حتى عرفا بين الشعوب وبين الشعوب طبعا عرب دولي يتحوّت إلى قوانين بالأصح زي اللي يرفع الراية البيضة خلاص هذا ما تصل جيد على عجالة بس مش عاد باقي في هناك أيضا القضايا الدولية معاصرة نعم. يعني مثل اللي ذكرت قبل شوي الأزمة السورية بالضبط زي اللي ذكر محمد مش نعم. بعد وهناك أيضا دراسات سياسية أمريكية أهم التوجهات السياسية الأمريكية أنها دولة الولايات المتحدة الأمريكية يعني كأقوى دولة ولها توجهات دولة عظمى لا شك نعم. وأيضا هناك دراسات سياسية أفريقية نفس الدراسات السياسية الأمريكية لكن تختص بأفريقيا بشكل عام أفريقيا نعم. وفيه هناك بعد الجغرافيا السياسية كما ذكرت أول أن علوم السياسية ميزتها لا أكثر من جانب ولا أكثر من علاقة ويؤثر عليها نعم. ربما التضاريس الجغرافية في القرارات السياسية للدول المعينة أنا حكتفي معك المستوى التاسع الأخير عندك سلطان إن شاء الله إن شاء الله هو المستوى الأخير كلنا طبعا أكباركم جميعا جيد هو المستوى الأخير التاسع نعم. المستوى التاسع يعني في تحليل السياسة العامة وهذه المادة يعني مثل ما ذكروا الشباب بخصوص التحليل يعني هذه المادة تحلل فيها السياسة العامة للدول يعني بشقيها الداخلي والخارجي جيد وبعدين الدراسات الفلسطينية وهذه المادة تتناول القضية الفلسطينية من جميع جوانبها يعني يمكن من بدايات من النكسة إلى الآن وبعدين دراسات لاتينية النكسة في عام 48 النكسة. جيد ما شاء الله عليك يعني عارف ممتاز وبعدين في دراسات لاتينية تتناول السياسة في أمريكا اللاتينية هي نعم وفي الإعلام الدولي وهذا يعني علاقة علم السياسة بالإعلام كبيرة جدا دقيقة بس الدراسات اللاتينية لاتينية سياسة لاتينية هي دراسات لاتينية مثل كوبا يعني أمريكا الجنوبية أمريكا الجنوبية يعني في هي في الشمالية وفي الجنوبية يعني المكسيك في أمريكا الشمالية بس صحيح محسوبة على أمريكا اللاتينية نعم صحيح جيد وذكرت لي الإعلام الدولي نعم يعني هو يتناول بشكل كبير يعني كيفية التعامل مع المؤتمرات كيفية التعامل مع الإعلام بشكل عام في اللقاءات الإعلامية وفي يعني التواجد يعني مع الجماهير بشكل عام وأنا أتخيل يمكن دراسة الإعلام أنتم بحاجتها إلى شكل أكبر لأنه الإعلام يعني حتى كثيرا ما يذكر أنه هو السلطة الرابعة في أي دولة وله تأثير سياسي كبير صحيح ولا لا وبالتالي هناك حتى فن يعني يعرفونه يعني أرباب هذا المجال السياسي كيف يتعاملون مع الوسائل الإعلامية وأتخيل أنه يمكن أنتم بحاجة إلى ذلك أكيد يعني الإعلام أكيد يعني مثل ما أنت عارف الإعلام يعني يشكل وجهة نظر الناس يعني الإعلام صحيح طيب ولا شك ولا شك أن الإعلام أداة من أداة السياسة الخارجية طبعا
نعم. طبعا هي تبدا في الدبلوماسيه، في المرحله اللي يليها الاعلام، واللي يليها الاقتصاد برضو، العقوبات الاقتصاديه، اخر شيء طبعا العسكريه. صحيح. شيء رئيسي نهتم فيه الان في العصر الحالي. صحيح. صحيح. احنا شباب معنا في كل حلقه تقرير يعرض شخصيه دخلت غمار هذا التخصص ودرست في الجامعة وتخرجت وبعد ذلك عملت ونجحت في عملها ودراستها، سمنا قصة نجاح أو تجربتي لهذا الشخص. نتابع أنا وأنتم هذه الشخصية ومشاهدينا الأعزاء عبر هذا التقرير. في قسم العلوم السياسية برنامج البكالوريوس تقسم المناهج أو المقررات إلى ثلاثة حقول، اللي هي حقول العلوم السياسية. الحقل الأول اللي هو النظرية السياسية، الحقل الثاني الأنظمة السياسية، ثم العلاقات الدولية اللي هو الحقل الثالث. فتقسم المقررات ما بين هذه الحقول ويدرسها الطالب، يعني يأخذ من كل حقل. درست قبل التخصص في كلية لغات الترجمة برنامج اللغة العبرية، درست اللغة العبرية تقريبا سنتين، ثم تحولت بعدها إلى قسم العلوم السياسية. كان عندي يعني جانب تنظيري، كنت أبحث عن إشباع، وبالتالي الشيء هذا وجدت يعني في قسم العلوم السياسية، في دراسة العلوم السياسية. مع دراسات الدبلوماسية يعني الحقيقة كانت علاقتي فيها سابقة لتخرجي، تقدمت للعمل في المعهد وعينت معيد، والحمد لله يعني هذا كان من أهم وأنجح القرارات اللي اتخذتها، أني أعمل معيد مع دراسات الدبلوماسية. أعضاء هي تدريس الحين ندرس عندهم، اللي كنا ندرس عندهم كانوا ينوعون في طرق الاختبار ما بين الأسئلة يعني الاختيارية، الأسئلة المقالية، أسئلة يعني في بعض الأسئلة تكون تروح تحلها في البيت وترجع، لكن ما راح تحلها إذا ما كنت فعلا متابع المنهج من أول فصل الدراسي إلى آخره، فاللي هي اختبارات الكتاب المفتوح. خريج العلوم السياسي ممكن يعمل في البنوك على وظائف بمرتبات عالية، وظائف مرموقة، يعملون في الشركات. يمكن للخريج العلوم السياسية أن يعمل في الإعلام، يعمل في وزارة الخارجية، أيضا يمكن للخريج العلوم السياسية أن يعمل كأكاديمي. إذن مشاهدينا الأعزاء، هذا التخصص كأي تخصص لا شك موجود في الجامعات السعودية كما تابعنا في التقرير، لا شك أنه يحتاج سوق العمل، وأن من يتخرج في هذا التخصص يجد وظيفة بلا شك تحتاج القطاعات المختلفة. فهد، أين سيتوظف خريج العلوم السياسية؟ أنتم طبعا لا شك أنه هاجس سوق العمل عندكم جميعا، ويعني أنتم ما دخلتوا هذا التخصص ودخلتم الجامعة وما أقيمت الجامعات إلا لخدمة لا شك الاقتصاد الوطني، وأن يتخرج الطالب ويعمل في سوق العمل. نعم. أين ممكن أن يعمل خريج العلوم السياسية؟ خريج العلوم السياسية له أكثر من مجال ما بعد الجامعة، اللي هو في قطاعات بشكل خاص القطاعات الحكومية. نعم. مثل الوزارات، القنصلية، السفارات، أيضا بعد هناك الجهات العسكرية، الوزارات، وزارة الخارجية. نعم. وزارة الخارجية الداخلية أيضا. نعم. وأيضا هناك هيئة التحقيق والإدعاء العام. ممتاز. يعني من أهم بس يعمل في هيئة التحقيق والإدعاء العام في إيش؟ غالبا ما تكون هناك، ما يدخلون هذه الهيئة هم طلاب القانون، لكن هناك كما سمعت هناك في وظائف لطلاب العلوم السياسية. طيب إيش رأيك محمد؟ ضمن سوق العمل في الاستخبارات العامة. يعمل كإيش في الاستخبارات العامة؟ الاستخبارات العامة كالقضايا، يبحث عن القضايا مثلا، يعني تحليل القضايا، السلك العسكري. السلك العسكري.
يعمل في السلك العسكري خريج علوم سياسية، يعني لكن أتخيل أنه بحاجة إلى دورة تأهيلية حتى يعمل في السلك العسكري، ويمكن وقتها حيختلف. يعني ليس هذا ما نبحث عنه حقيقة أنا في برنامجنا يعني، لكن الآن بمجرد تخرج أين سيعمل؟ يعني هناك قطاعات كثيرة شباب، أنا يمكن جمعت عندي زي ما ذكر فهد وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، يعمل في مجلس الوزراء، يعمل في الديوان الملكي، يعمل أيضا في وزارة الدفاع، في المنظمات الإقليمية والدولية، يعمل في مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية، أيضا يعمل في شركات القطاع الخاص التي قد تكون في حاجة للمهارات التي يتمتع فيها خريجو هذا القسم، مثل زي ما ذكرت أنتم تحليل الأزمات السياسية والمخاطر الاستثمارية والعلاقات الدولية. أبغاكم تتكلموا عن شيء محمد الآن، يعني الظروف السياسية التي تمر بها البلد لا شك أنه لها رابط كبير في يعني النمو الاقتصادي لتلك الدولة. أنتم إيش دوركم ممكن أن يكون في كخريجو أو كخريجي عفواً العلوم السياسية للعمل في هذا المجال؟ طبعاً لا شك أن العلوم السياسية من أكثر اهتماماتها الاقتصاد في الدولة، نمو الاقتصاد، فأن الرجل السياسي دائما يبحث عن ايش؟ عن زيادة اقتصاد الدولة، نعم، ومنافعها. طبعا في السياسة الداخلية حاول ان ينمو السياسة الداخلية الى ابعد مدى، نعم، اذا استطاع الرجل السياسي او ان الدولة تحقيق التنمية بشكل اوسع في التنمية الداخلية، فان يتوجه الى السياسة الخارجية لكي تكون السياسة الخارجية قوية. نعم جيد. في كل ما ذكرنا وين سيكون توجهك سلطان؟ أنا يمكن فاتتني بعد حاجة واحدة وشيء مهم أنتم ذكرتموه، وهو التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة كالقنوات الفضائية والصحف والمجلات لتقديم التحليلات السياسية. ممكن تتوجه في يوم من الأيام لوسائل الإعلام، ليش لا؟ فنجدك محللا سياسيا مثلا في بعض القنوات. أنت أين سيكون توجهك؟ وبما أن بس نقطة معلومة يعني صغيرة، بما ذكرنا الإعلام يعني نقطة معلومة تفضل. يعني في كثير من الإعلاميين الآن تحصلهم خريجين علوم سياسية. أحسنت، نعم، يعني هو أصلا المجال الإعلامي مرتبط مجال السياسي جدا يعني. أنا يمكن كنت حتى ذكرت لكم أنه كيف يتعامل مع وسائل الإعلام، وهذا أمر مهم بالنسبة لكم أنتم كذلك كسياسيين، لكن وين سيكون توجهك أنت؟ بالنسبة لي يعني أشوف نفسي أكثر في تخصصات اللي تتعلق مثلا بوزارة الخارجية وبوزارة الداخلية والعمل في المنظمات الدولية، شوف ميولي أقرب. منظمات دولية الجهات. مثل إيش؟ منظمة حقوق الإنسان؟ يعني تقريبا. بس أكثر شيء ناوي مشاكل أنا أدخل من أولها. بس يعني في الأغلب مجلس التعاون، نعم، الخليجي أو جامعة الدول العربية. أها يا أخي، تستقبل مثلا يعني هل أنتم أو كمثلا مندوب من المملكة، أو يعني كيف تعمل في منظمة في جامعة الدول العربية؟ جامعة الدول العربية يعني كل دولة لها أنصبة في الموظفين أو يعني مثل هالقبيل، لكن وتعمل في مقر الجامعة في القاهرة ولا؟ يمكن في مقرها في الجامعة أو في الرياض، يعني أنا الآن ما عندي فكرة كاملة عنها. أها، أنت لسه ما يعني تتوقع يتوقع وليس تخطيط. حاصل في الوظائف. طبعا في نقطة ما ذكرتها في الوظائف اللي هي التعليم، انك يعني تصير معيد أكاديمي. هذا توجهك حيكون محمد؟ لا، انت من اول تبغى قائد، اشوفك وتتكلم عن القياده. نعم. ما اتخيل انه سيكون. ايه نعم. لكن حتى يمكن في وزاره الخارجيه كثير من الدبلوماسيين هم خريجو او خريجي علوم سياسيه، وبالتالي يعني ستكون لكم فرصه كبيره. ايه انا بودي يعني انا اسالكم سؤال بسيط، الجامعه هيئتكم مثلا لمثل هذه الوظائف والاعمال؟ يعني خليني اذكر لكم انه يعني كثير من يعني من الاستشارات اللي تقدم مثلا لوسائل الإعلام وتقدم لهذه الجهات مصدرها من الجامعات ومراكز الأبحاث. يعني أنا يمكن من الأبحاث اللي
قرأتها حقيقة، زي مثلا مكانة الصين الدولية، دراسة تحليلية في عوامل البروز، وهذه لطالب عندكم في جامعة الملك سعود اسمه هشام العمر، هو اللي قدم هذه أو هذا البحث واستفادت منه طبعا جهة معينة، منها أيضا أثر العولمة الاقتصادية على السياسة الخارجية السعودية، وهذه أيضا لأحد الطلاب اسمه عبد المجيد الربدي. أنتم الآن في تقديمكم للبحوث، يمكن تحدثتوا أنتم عن البحوث ومحمد تحدث بشكل أكبر أنه ستستفيدون مستقبلا منها، إيش المجالات اللي ممكن ساهمتم في تقديم بحوث لها؟ في هناك مجالات عدة، يعني من ناحية قضايا، يعني طرحنا قضايا عديدة مثل الأزمة السورية. نعم. وحللنا الأزمة السورية، وبالذات القضية هذه يعني ما هي مثل قضايا لها بعد تاريخي، هذه قضية متجددة، يعني كل يوم يصير حدث جديد، يكون واقعة جديدة، وكل يوم نبدأ يعني نحلل، وحين نغير فكرة نضيف فكرة، يعني هذه من ضمن الأمور. وفي أيضا في قضية إيران برضو، يعني أيضا الأزمة الإيرانية مع دول الخليج. من يستفيد مثلا من هذه البحوث اللي تقدمونها؟ إيش الجهات؟ للآن البحوث هذه ما تقدر تعامل معها كبحوث علمية، لكنها تصقل قدرة الطالب على البحث وعلى إعداد الدراسات مستقبلا، يعني مثلا يعني الواحد يستطيع أنه يعرف أخطائه في مجال البحث من خلال هذه البحوث. جيد. أيضا طيب يعني خليني أعطيكم معلومة، وهي ذكرت في القسم أيضا، والقسم يقوم بتقديم الاستشارات لمختلف المؤسسات، والتي منها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. صحيح. وتخيل أنه يستفيد بشكل كبير من مشورات والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، وأيضا منها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. إذن أنتم تساهمون ولازلتم طلبة، لكن لا شك أنه صوتكم مسموع. أنا شاكر لكم هذا اللقاء الماتع والممتع، شكرا لكم جميعا، فهد الحربي ومحمد الشهراني وكذلك محمد العلي وسلطان باقروان، شكرا لكم جميعا، يعطيكم العافية. إذن مشاهدينا الأعزاء، هذا هو تخصص العلوم السياسية الذي ربما عرفه طلبتنا بأنها فن لإدارة المجتمعات الإنسانية. في رعاية الله.